طب عندنا الدرس بيقول ايه؟ ماثيماتيكال اكسبريشنز. ماثيماتيكال اكسبريشنز يعني ايه بقى؟ ماثيماتيكال اكسبريشنز يعني بيعلمني ان انا اترجم من انجلش لماث ازاي؟ يعني لو جه قال لي ايه مثلا 5 more than a number، بصي 5 الاول لما يقول لي a number، a number يعني ايه؟ a number، ولما يقول لي twice a number، ولما يقول لي three times a number، ولو قال لي ايه برضه مثلا four times a number وهكذا. طيب لو قال لي ايه half of a number، لو قال لي برضه كان square، هي دي علينا قدام بس ايه يعني سنين جايه بس نعرفها of a number. ولو قال لي مثلا cube of a number، بس هو بيعلمنا ان احنا لما يجي يقول لي a number ويسكت في الماث، a number اسميه انا اكس او اسميه ان، فاحنا بنسميه يعني في نمبر انا مش عارف خلاص بنسميه اكس. طب لو قال لي twice a number، twice a number يبقى 2x. طب three times a number اقول له 3x. معايا يا روح؟ من اسمها 3 times a number يبقى 3x. طب لو قال لي half of a number of x. طب لو قال لي square of a number يبقى x power 2. طب لو قال لي cube of a number اقول له x power 3. يعني هو بيعلمني ان انا يجيب لي الحاجه بالانجلش وانا اترجمها انا ايه؟ اترجمها انا math. معلش معايا؟ بس الاسم الثاني صح كده؟ ماثيماتيكال اكسبريشن. يعني الفكره ايه؟ عشان لما بيجي لي في الورد بروبلمز بعد كده بيجي يقول لي ايه؟ a number. لما يقول لي a number او معناه له ايه؟ let the number x، خلي النمبر ده اسمه x. طب لو قال لي twice a number يبقى 2x. كلمه twice برضه ممكن يجيب لي زيها كلمه دبل. كلمه twice هي كلمه دبل. يعني لو قال لي برضه دبل هي زي كلمة توايس بالظبط. دبل اوف ا نمبر هي برضه ايه؟ 2x. 3 تايمز ا نمبر 3x وهكذا. معايا ولا مش معايا؟ اي هيبتدي برضه يديني حاجات تانية زي ايه؟ هي الصورة دي يا صديقي؟ طيب ممكن يقول لي ايه؟ ممكن يقول لي a number decreased by 3 مثلا. a number هقول لك رقم كام؟ رقم 6 ماشي؟ طيب ممكن يقول لي ايه؟ طب سيب الامر a number increased by 3. ممكن يقول لي ايه؟ 3 more than a number. طيب والعكس بقى، ممكن يقول لي a number، طبعا ممكن يقول لي is decreased او decreased على طول decreased
اي مثلا، وممكن يجيب لي اي حاجه تانيه غير الفري، بس لما اتعامل يجيب لي الفري عشان تعمل لي كومبارسون او مقارنه. طب هنا او يقول لي ايه؟ فري ليس ذان، تمام. طيب لو قال لي مثلا فور مور ذان كويس، تمام. لو قال لي مثلا فوق مثلا فايف ليس ذان كويس او ثري تايمز، تمام. هو في الدرس ده بيعلمني ايه يا اروى؟ بيعلمني ان انا بيديلك، بص الكلام ده كتير قوي انجلش اهو، ان انا ممكن اترجمه في اكسبريشن او ماثيماتيكال اكسبريشن، يعني اترجمه ماثيماتيكالي، يعني كان بيقول لك ترانسليت فروم انجلش انتو ماث، بتحولي من انجلش لماث. يعني بدل ما اكتب الكلام ده كله هو انا عامل ازاي؟ كلمه a number ترجمتها ايه؟ كلمه a number ترجمتها اكس. increased يعني plus 3، يبقى انا ممكن اكتب لو x plus 3 بدل الكلام ده كله اكتب x plus 3. انت معلش معايا؟ فاهماني ولا شغالنا يا رب؟ يعني بدل كلمة a number كتبت x، بدل كلمة increased كتبت plus 3. طب هنا 3 more than a number، a number برضه يعني اكس، و 3 more than يعني اكتر منه ب 3، يبقى انا بقوم كاتب الاكس الاول، وطالما قال لي more than دي يعني بلس، بس انا بكتب ايه؟ كلمه، يبقى كلمه more than كلها يعني بلس، فهم انا كاتب بداله ايه؟ بقوم كاتب بلس اهو و 3 برضه. طب قال لي a number decreased، decreased يعني نقصناه by 3، ال number اسمه x، يبقى ممكن اقول x minus 3. طب برضه لو قال لي 3 للذان، للذان يعني minus، وادي ال number اسمه x، بس بنكتب الاول ال x الاول، يعني مش بنكتب 3 minus x، لا بنكتب ال x ده من الاول، زي هنا كتبت ال x الاول بعدين ايه؟ ال number، يعني بعدين 3 مثلا، اه كتبت هنا برضه ال x minus 3. يبقى احنا دايما بنبدا بالكلمه اللي فيها نمبر. يعني هنا بيقول لي ايه؟ 4 more than twice a number. twice يعني 2 والنمبر اللي هو اكس. يبقى twice a number يعني 2x. معلش معايا؟ يا اروع. طيب more than يعني plus. فكل حاجه لها ترجمه. twice a number يعني 2x. more than يعني plus 4، يبقى 2x plus 4. طيب 5 less than 3 times a number. طب نبدأ الأول بدي 3 times a number، بنبدأ الأول بكلمة number والناس اللي قبلها، يعني 3 times a number، 3 times a number يعني 3x less than يعني minus كام؟ 5. فاهمها بجد ولا مش فاهمها؟ ايوه انت فهمت الحته دي بترجمها ازاي؟ يبقى انا ببدا بكلمه نمبر والكلمه اللي قبلها 3 تايمز ا نمبر الاول، وبعدين ليت ذان، وبعدين الفايف. ليت ذان يعني ماينس 1 5، يبقى 3 اكس ماينس 5، تمام. عشان الترجمه هو الدرس كله بيتكلم عن الترجمه دي. طب الترجمه دي مهمه؟ مهمه جدا، لان هيجيب لي مساله وورد بروبلم وانا احولها لايكويجن، فمش هعرف احولها لو انا مش عارف الحاجات دي. انا طبعا صورتها، بصورها وببعتها لك، انت تعملي زي ما اتفقنا فولدر وتحطي فيه ايه؟ الحاجات دي، تبقى كانها زي شيت، يعني زي ما انت مثلا كنت قايم الدرس الحضور
بتاخدي ورق مثلا بتصوريه من المستر او حاجه، فانت دلوقتي ايه مش حضور اونلاين، فانت تاخدي كان ده الورق اللي انا بكتبه، مش هنصوره بقى ولا حاجه، هحطه بس في فايل معايا اروح، يبقى عندك ده زي سمري او ملخص تذاكري. تمام. احنا بقى نشوف شويه مصطلحات كده برضو من اللي هو جايبها لي في المعاصر. يعني جايب ايه في ايه؟ يعني بص جايب لك شويه حاجات كده اهو اكتبهم برضو. الاكزامبل اللي هو جايبه ثلاث اكزامبلز، سولد اكزامبلز بتاعته جميله طبعا، المعاصر من اعظم الكتب يعني المعاصر. يقول لي ايه؟ كاتب لي 5 مور ذان انمبر كده. هو اخر حاجه كنت انا كاتبها لك في الاكسبريشنز رقم كام؟ 12 صح؟ لكن خلي دي رقم 13. يقول لي 5 more than the number x. 5 more than the number. هو the number x لو هو ما قالش، اقول انا برضه ال number x حتى لو ما قالش ال number اسمه ايه. طب في ناس ممكن تسميه n عادي مش لازم ال x، ممكن تسميه y، تسميه اي اسم، بس هو المشهور x. طيب ممكن يقول لي ايه؟ 3 less than a number. less than a number. ممكن ال number يسموه لي ايه بالمناسبة؟ عادي. بس المتعارف عليه اللي بيسموا ال number x. number 3 ممكن يقول لي ايه؟ a number. ولكن اسمه ايه مثلا؟ النمبر نفسه اسمه ايه؟ is divided by 5. اخليك النمبر اسمه ايه؟ n is divided by 5. نمبر 4 ممكن يقول لي ايه؟ 5 A number. ممكن يسموه لي وول، ممكن انا بس A number. طيب كويس A number مثلا سي، مش لازم النمبر يكون اكس اسمه اكس كل مره، مش شرط. تمام. تمام. ممكن يقول لي مثلا 7 خلي بالك بقى increase by مثلا 3 times a number. طيب ممكن يقول لي ايه؟ 3 increase the boy 7. طيب وممكن يقول لي 7 decreased by 3 times a number. وممكن يقول لي العكس بقى، يقول لي 3 times a number decreased
3. شوف بقى الفروق ما بينهم، صورهم بس الاول دقيقه عشان اذا حبيت تحددهم تاني لوحدك من غير تمام. كده دي صورة من غير ما يتحلوا، وأصورهم لك بعد ما يتحلوا إن شاء الله. بص يا ستي، بيقول لي 5 more than a number x. احنا قلنا نفضل أبدأ بالنمبر 5 more than a number x، يبقى أنا هكتب الـ x بعدين plus 5. طيب 3 less than a number n، يعني هبدأ بالنمبر اللي هو n وأعمله minus 3. معايا أروح؟ اصل هو 3 اقل من ال n، يبقى ال n ده كأن شلنا منه 3. يا واحدة طب لو جه قال لي بقى a number n is divided by 5، يبقى انا ممكن اعملها كده n over 5. ماشي؟ n over 5. طيب 5 times a number what؟ طب انا هعملها 5 what؟ هو المفروض اعمل علامه تايمز، بس احنا بين النمبر والسيمبل او بين النمبر والليتر ما بنعملش تايمز. يبقى 5 واي على طول، يعني المفروض ان انا اكتب لو 5 مش هقول 5 تايمز تايمز واي، بس قال لك في الماث لما بيكون عندي نمبر وليتر ما بنحطش بينهم تايمز، ولما يكون عندك برضو 2 ليترز يعني ايه تايمز بي، لا بنكتبها ايه بي على طول من غير ايه، من غير علامه التايمز. انت معايا يا اروى؟ ايوه. انت ممكن لو قال لي twice a number c، twice a number c، twice يعني كده a number c ده c 2 c a number، لو قال a number c كده اقول انا x او ان اي رقم من الالم زي كده، بس لما حدد لي قال لي number c اقول احط انا c 2 c. تمام كده؟ طيب 7 increased by 3 times a number، خلي بالك بقى الحته دي مهمه قوي. 7 increased by 3 times a number، و 3 times a number increased by 7، تمام؟ و 7 decrease خد بالك بقى، طالما يقول لي increase the by دي انا بعمل ايه بقى؟ هكتب ال 7 عادي increase the by يعني plus 3 times a number يعني 3x، ولو كتبتها 3x plus 7 مش غلط، الاثنين صح، لان في ال increase اكتب مين الاول؟ دي برضه 3 times a number increased by 7، 3 times a number يعني 3x increased by 7 يعني هي بتفرق بقى في ديكريز. ديكريز يعني ايه؟ 7 ديكريز ذا باي 7 ديكريز ذا باي يعني ماينس 3 تايمز ا نمبر يعني 3x، دي تفرق بقى 7 ماينس 3x غير 3x ماينس 7. لو بدالي بقى لي ايه 3 تايمز ا نمبر ديكريز ذا باي 3 ديكريز ذا باي 7 سوري عشان تبقى نفس العمليه ديكريز ذا باي 7 لا دي هتفرق بقى، اكتب 3x الاول وبعدين ماينس 7، تفرق في ال 7 ماينس 3x عن 3x ماينس 7 تفرق، لان 3x ماينس 7 معنى كده ان 3x هي الكبيره و7 هي الصغيره، ولكن 7 ماينس 3x اللي فوقيها معناها 7 هي الكبيره ونقصنا منها 3x. انت معايا يا روح؟ مش معايا؟ اي طيب سؤال بس هنا. أرجو إن الصورة كده بص عليها تكون واضحة عشان لما تحطيها في الفولدر بتاعك أو الفايل، في حاجة متاكلة في الكلام ولا كلها تمام؟
لا كل تمام. طيب نبص بعد كده ايه بقى؟ بالك عشان المصطلحات دي كلها مهمة جدا 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 فوق ما تخيل. لو جه جاب لي ايه مثلا؟ قال لي قال لي 5 this man of five more than of تمام ماشي. قال لي of the number قال لي number decreased by 5 طيب ولو قال لي ولو قال لي the sum was number and three تمام. ولو قال لي العكس قال لي بقى ايه؟ twice the sum of a number and ماشي. طيب مثلا يا واحد انا بحاول اجمعهم لك كلهم بحيث ايه لما تيجي تحلي ما يقفش معاكي حاجه ان شاء الله. برضو لو قال لي مثلا اد مثلا 3 2 نمبر ولو قال لي سبتراكت ثري طيب ولو قال لي ذا برودكت مثلا 5 and a number ماشي. ولو قال لي the quotient بص الكلمة دي quotient of نخليها بقى 5 and a number نخليها ايه of a number and 5 of a number and 5 ولو قال لي the quotient of a number and 5 ماشي. بص يا ستي اصور برضه دول يلا
واحدة. تمام. بصي يا 5 ليف ذم هاف اوف ا نمبر. احنا هنعمل ازاي؟ هاف اوف ا نمبر الاول اكتب هاف اكس. وبعدين بيقول لي 5 ليف ذم يبقى ماينس 5. طب هنا 5 مور ذان هاف اوف ا نمبر، هنبدا بهاف اوف ا نمبر. دايما يفضل نبدا بالنمبر. مور ذان 5. بس 5. Half of a number increased by 5. في دي بقى بتاع increased و decreased بنمشيها زي ما هي مكتوبه. Half of a number increased by 5 نكتب كده half x plus 5. يعني تاني في less than و more than يا عروه بنكتب ده، بتبدا half of a number وبعدين ال 5. Half of a number وبعدين plus 5. لكن في increased و decreased الكلمتين دول بنمشيها مظبوطه زي ما هي. يعني half of a number increased by 5 نكتب half of a number الاول، او معنى صعب نبدا بكلمه number. طب half of a number decreased by 5 يبقى half x minus 5. دي معناها ايه؟ انه نص ال number نقصنا منه 5. The sum of twice a number and 3. sum لما الاقي كلمه the sum دي، بص كلمه the sum يعني plus. هم حاطط كلمه plus في النص كده. كلمة ذا صم بتحتاج ايه؟ هي وكلمة ديفرنس وكلمة كوشنت وكلمة برودكت والكلام ده كله بتحتاج حاجة من هنا تتكتب وحاجة من هنا تتكتب. ايه الحاجة بقى اللي هتتكتب هنا؟ يقول لي هتلاقي الحاجتين بينهم كلمة ام. بصي توايس ا نمبر يبقى 2 اكس تتكتب من اند 3 بس 3 تتكتب يبقى تاني. يبقى كلمة ذا صم يعني بلس تتكتب في النص. باجي بقى بقول كلمتين توايس ا نمبر اند 3. توايس ا نمبر تتكتب من هنا و 3 تتكتب من هنا. توايس ذا سم اوف ا نمبر. توايس يعني 2 هو بدل كلمه توايس يبقى 2. خد بالك بقى طالما قال لي توايس ذا سم بنفتح براكت كده اهو بس يا باشا دي مهمه ونحط البلس في النص هنا. يبقى لو قال لي توايس ذا سم بعمل كده 2 افتح براكت واحط البلس في النص هنا واكتب ايه؟ توايس ذا سم اوف ا نمبر اند 3. قلنا بقى اهم حاجه ايه؟ ا نمبر اند 3. النمبر هيبقى اسمه اكس هتكتب من هنا وال 3 هتتكتب من هنا. معايا ولا مش معايا؟ ايوه. طب تعالى على دي اد 3 تو ا نمبر. ادي النمبر اد 3 يعني هنعمله بلس 3. طب سبتراكت 3 فروم ا نمبر. نبدا بالنمبر اكس ونشيل منه 3 ماينس 3. ذا برودكت كلمه برودكت يعني تايمز. خلي بالك كلمه برودكت يعني تايمز تايمز كده بين حاجتين، حاجه بتتكتب من هنا وحاجه بتتكتب من هنا. برودكت اوف ا نمبر اند 5. النمبر اسمه اكس وال 5 من هنا كده. طب انا لما اعمل اكس تايمز 5 احنا اتفقنا لما اعمل نمبر تايمز لتر كده او تايمز سيمبل ما بكتبهاش كده، بكتب ال 5 الاول النمبر وبعدين الاكس. يعني 5 اللي لازقه في الاكس دي اروى كان في بينهم علامه تايمز بس مش مكتوب. تعالى مش معايا؟ ايوه. طب ذا كوشنت اوف نمبر اند 5 اكس اوفر 5. ذا كوشنت اوف نمبر اند 5 اكس اوفر ايه؟ اكس اوفر 5. انت معايا ولا مش معايا؟ ايوه. هو بيجيب لي الحاجات دي الترجمة دي بتجيبها لي كتير جدا في الامتحان. بيجيبها كتير؟ اه بتيجي. لا اقصد يعني بيجيبها لي عدد كومبليت وكده. اه ده غير انها بتساعدنا في حل درس اسمه ايكويشنز. بيجي لنا في وورد بروبلمز. فاللي مش عارف ازاي يترجم من الانجلش لماذا ده بيحتاس فيه. بيحتاج في طيب دي احنا صورناها الاخيره دي صح؟ ايه؟ صورنا الاخيره دي كده صورناها يعني اه
بص يا ستي، هديلك انا دلوقتي في الاكسرسايز بتاعنا، اكسرسايز 1 اللي بتصوروا لي ده، هناخد ايه؟ اسئله انت هتحليها، هسيب لك وقت تحليها، وهرجع انا احلها تاني وانت تعملي كوريكشن معايا تشوفك صح ولا غلط. تمام؟ تمام. طيب ثانيه واحده، هقول لك بس على اللي انت هتقوليه. شايفه في صفحه انت بعتها لي، وان رقم مش باين قوي، معنى اللي هو كويشن نمبر 4، اللي هي بيقول لك ترانسليت انتو سيمبوليك اكسبريشن، شايفاها دي؟ كويشن نمبر 4 اه يعني كانت آخر صفحة أنا بعتها؟ كويشن نمبر 4 مكتوب هنا جنبه كده، 4 هنا كاتب لك كده ترانسليت كويشن نمبر 4 كده معمول كده، وكاتب لك هنا ترانسليت انتو سيمبوليك اكسبريشن، شايفها دي كده ترانسليت انتو سيمبوليك اكسبريشن. طيب هي رقم الصفحة باينة؟ شفتيها ولا مش شايفاها؟ لا هو كويشن نمبر 4 يا اروى، قلبي بس في الاكسرسايز هتلاقي نمبر 4 كده مكتوبه كده، 4 ترانسليت انتو سيمبوليك اكسبريشنز. ايه؟ مش الاكسرسايز، بص يا اروى، مش الاكسرسايز فيه كويشن نمبر 1 وكويشن نمبر 2 اه وكويشن نمبر 3 اللي هو تيبل، ايوه الصفحة اللي بعدها في كويشن نمبر كام؟ 4. ثانية، أنا بصورها أشوف هي دي ولا لأ، نعم؟ بصورها أشوف هي دي ولا لأ. أنت مصوراها، أنت بعتها لي. اه ماشي. في ريلي كده بيقول كويشن نمبر 4 بيقول ترانسليت انتو ايه؟ شفتها. طب أول جملة مكتوب ايه؟ أول واحدة مكتوب ايه؟ He did number اد and نمبر زد 236، شايفها؟ اه اي طيب ممكن تحلي لي السؤال ده من ايه لحد او، من ايه لحد او؟ خلاص ماشي من ايه لحد او، هسيب لك فيه 5 minutes لا تحلي. خمس ساعات اصلا مش هتكتبي المساله، مش هتكتبي السؤال، هتكتبي بس نمبر ايه، هتكتبي مش هتقولي مثلا اكس بلس 5 اكس ماينس كده يعني وخلاص، فمش هياخد منك وقت، تمام هسيب لك فيه 10 minutes يا ستي، 10 minutes، وبعدين خمس ساعات ابتدي انا احله، ابتدي انا احله وانت تشوفي انت صح معايا ولا غلط. اوكي انت هتحلي بنفسك الاول، هسيب لك 10 minutes، واعصري مخك فيه، ماشي. اعصري مخك فيه. هو أنا نمونة؟ انت لمين؟ طيب بصي مخك بقى هو اللي لمونه كده والله تعسف. طيب بص يا سيدي، طيب بص يا سيدي، هنحليه من ايه لحد يعني من اوله لاخره، اي بي سي دي لحد اخره، تمام؟ وبعدين هناخد ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي انا بقى هحله انا تاني وانت تراجعي معايا. اوكي تمام، توكلي على الله، ابتدي احل فيه. تمام ها خلاص، تمام طيب ثانية واحدة بقى، هكتبهم ونشتغلوا مع بعض. أول واحدة قال لي إيه؟ قال لي add a number z to 36. A number دي قاعدة لسه هكتبهم عشان نشتغلوا مع بعض. 236. ثاني واحدة قال لي إيه؟ قال لي 5 times of the 5 less than a number x. 5 less than نمبر سي، نمبر سي قال لي ايه؟ قال لي 9 مور ذان ا نمبر، بس مش عارف مش كاتب النمبر صح؟ ولا كاتب، مش كاتب النمبر، مش مشكله، ممكن احنا نسميه اكس 9 مور، ممكن اسميه ان مور ذان ا نمبر، احنا لو ما قالش اسم النمبر سميه بأي اسم من عندك، اكس واي
زد ان اي حاجه. قال لي ايه؟ قال لي سبتراكت ا نمبر فروم ا نمبر تي فروم 24 صح؟ سبتراكت ا نمبر والنمبر هنسميه تي فروم 24 ماشي. بعد كده نمبر اي قال لي 3 تايمز ا نمبر وورد نمبر. والنبي يا اروى الحاجات دي احتفظ بيها في فايل عشان هتراجع منها، فايل على الموبايل او فولدر على الموبايل او فايل على اللابتوب اي حاجه. مش شايل على اللابتوب ولا على الموبايل؟ تابلت. على التابلت ماشي. اه خلاص اعملي التابلت على اعملي فولدر على التابلت. يعني اعمل ايه؟ تعملي فولدر. مش انت بتعرفي تعملي في الجاليري فولدر ولا ما تعرفيش؟ لا مش فاهم اصلا. خلاص خلي عمر يعملوا لك برودكت. فولدر اه فولدر كده تلمي فيه كل صور الماث، بس بحيث ان انت تراجع الماث خلاص هتلاقيهم كلهم في فولدر واحد. تمام. هو بتلاقي في الجاليري كاتب لك كده كرييت فولدر. كرييت فولدر دي هتدوسي عليها هيقول لك سمي الفولدر سميه ماث، وخدي كل بقى الصور دي طالما انا ببعتها لك على الجروب فانت هتاخديها على طول، هتلاقيها موجوده في الجاليري اصلا، خديها وقومي نقلها في الفولدر بس شكرا، وتبقي تراجع منه كأن عندك شيت بتراجع منه بالظبط. ماشي؟ زي ما انا كنت بدي لك في الدرس في الحضور، يعني مثلا المستر كان بيدي لك في الدرس في الحضور ايه؟ مش كان بيكتب في ورق وتصوره؟ هي دي نفس القصه. او كربون او كده. دي هتبقى افضل كمان لان هيبقى ايه؟ دي صوره تبقى اوضح، يعني ممكن الصوره لما انت تصوريها ما تبقاش واضحه او الكربون ما يطلعش واضح، لكن دي هتبقى واضحه. كوشنت اوف ا نمبر فاينل. طيب حل دول الاول كده وبعدين ايه؟ اول واحده دي عملتها ايه؟ عملتها زي بلس 3 6 بلس زي صح زد بلس 36. ولو قلتي 36 بلس زد صح. طب اللي بعديها 5 ليت ذان نمبر اكس اكس ماينس 5. طب اللي بعديها 9 مور ذان نمبر اكس بلس 9. طب تعالي بقى دلوقتي هتشوفي بقى لما بيجوا في الاخر ينزلوا مودلز كده لما نيجي نحلها هتلاقي الدنيا ايه، اكنك حلنا كتير معايا في الحصه، هتلاقي ان شاء الله المودلز دي بتحلها بمنتهى السهوله. طيب سبتراكت ا نمبر تي فروم 24 عملتي ايه؟ 24 ماينس تي. برافو عليكي. لانه بيقول لي سبتراكت تي فروم 24 يبقى 24 ماينس تي. برافو. طب اللي بعديها 3 تايمز ا نمبر واي. واي 3 واي. واي على طول. لان احنا في عالم التايمز كده بس ما بتتكتبش بين النمبر والليتر او بين النمبر والسمبل، فبنكتب 3 واي على طول. ايه انا بحسب حضرتك قلت ان هي 3 باي واي. ما هي 3 باي واي بس الباي ما بتتكتبش. تايمز الليتر كده ما بتتكتبش ما بينهم تايمز. طب هنا ده برودكت برضه يعني تايمز اصلا. والمفروض ان انا اكتب حاجه من هنا وحاجه من هنا، فالمفروض ان اكتب ايه؟ البي من هنا وال 7.5 من هنا، او ال 7.5 من هنا والبي من هنا. اصلا لما بعمل نمبر تايمز لتر كده او باي لتر ما بتكتبش عليه. ما انا كان بقول 7.5 بي. صح 7.5 بي على طول. طيب تمام. معلش انا نسيت بس دقيقه هصور هاخدهم صوره كده. ماشي طب مش مشكله. طب لا ما طب اللي بعديها كوشنت اوف ا نمبر باي اتش باي 9. بس كنت عايز اصورهم لك برضه هم مش محلولين بس هحللهم تاني. كوشنت اوف ا اتش اوفر 99. هو 9 ولا 99؟ عشان مش شايف 99. هو جاي 9 لا 9 بس. اه 9 9 بس ماشي اتش اوفر 9 ماشي مش فارقه. اتش اوفر 99 تي صح؟ اه اتش اوفر 9 بس زي ما هي كده. طب دي واحدة بس عشان ما كتبتش الباقيين.
هصور لك دول. وعادي بس امسح الأدوات وصورها من انا غير هعمل كده، الأدوات. هعمل كده انا عشان اكتب ابعتهم لك برضو، وهم ايه يبقى عندك الفولدر مش محلول ومحلول، حبيتي تحليه تاني. طبعا احنا في الحضور ما كناش نقدر نعمل كده، كنا هنبعت في الورقه. الايه؟ لا يعني لو احنا حاضرين في الهرس كنا هنبعت حد يصور الورقه وهي مش محلوله ونرجع نصورها محلوله، اه ينفع يعني؟ فالاونلاين ده بيسهل علينا حاجات كتير جدا يعني. طيب بص بقى يا ستي، هبتدي امسح دول بقى. زمان ما كانش لي فايدة، ها؟ زمان ما كانش لي فايدة. الاونلاين؟ اه لا عشان كان حاجه جديده بس فالناس مش عارفاها، لكن دلوقتي كل الناس بتاخد بالها. ايوه يعني قصدي يعني الناس ما لهاش لازمة يعني لا زمان. مش فاهم الناس، مش فاهم يعني الناس مالهاش لازمه. قصدي يعني قبل كورونا كان الناس ما بتهتمش بالاونلاين يعني. اه زمان ما كانوش بيهتموا بالاونلاين. لكن دلوقتي كله بيطلب اونلاين لانه اريح صراحه يعني. انت كده ممكن اصلا بعد الحصه بنقعد في بيتنا، ممكن برضو وانا في الدرس اكل عادي. ايوه عادي. ممكن انا عايز اشرب حاجه اشرب، ايه المشكله؟ لكن في لا، وحاجات كتير بقى طبعا يعني. كنا هنقدر دلوقتي، احنا بناخد دلوقتي الساعه 2 بالليل، كنا هنقدر ناخد الساعه 2 اجي لك ازاي البيت الساعه 2 بالليل؟ دي حاجه اه هضطر اجي لك بالنهار، وانت بالنهار مثلا هيكون وراك دروس تاني. طيب ولو انت نايمه فاهمه، لو في ضيوف هذا صعبة. كده كده، حتى لو في ضيوف ممكن تاخدي اصلا في اي اوضه في البلكونه، في انت جاست معاكي موبايل وخلاص وعليه زوم. لا هو في ممكن اخش اوضة لوحدي اقعد فيها بس. الله انا اي اوضه وتقعدي فيه مش محتاجه بقى ايه. لكن لو في ضيوف بقى هتلاقي ماما قالت للمستر معلش النهارده مش هينفع عشان خاطر عندنا لا ضيوف. ماما هتوديني برضه بس هي لا معلش. انا بتكلم يعني لو الدرس في بيتك مثلا يعني، فاهمه؟ اه انا قصدي يعني لو ما كنتش في اونلاين فممكن هتوديني. ما انا فاهم بس بتكلم لو الدرس في بيتك هتلاقي مثلا ايه، لو في ظرف، في لا قدر الله اي ظرف طارئ خلاص هتضطر تلغي الدرس. لا ده كده انت ممكن تحدد تحت اي ظرف الدرس بتاعك. طيب بص يا ستي، لا يعني ربنا الحمد لله اللي اخترع الاونلاين ده والله المفروض ياخد جايزه كبيره جدا، خدم والله خدم العلم جدا يعني بصراحه. طب بص نمبر اتش، وبعدين كده اتس حته ايوه اه اتس ماي اتس اوفر ناين. اه ما احنا عملنا بقى بتاعت اتش اوفر 9 دي، في 9 ديفايدد باي ا نمبر اكس. حته برضو ان انا كنت بروح الدرس بقعد اضيع وقت في اللبس وبقعد مش عارف ايه، ولو هركب مواصله برجع مهدود عايز انام مش عايز اذاكر اي حاجه تانيه، مش قابل هذا. لكن انا في الاونلاين انا قاعد مريح، ممكن عايز اذاكر بعد الحصه عادي، اصلي بعد الحصه عادي، ما فيش انا مش يعني أي هنا مثلا. طيب نمبر اي 79 multiplied by number 79 multiplied by a number. هو طبيعي لو اي حاجه طالعه جديده الناس في الاول بتقاومها كده يعني، بتقول لك حاجه وحشه وحشه، بعد كده بيقتنع بيها. طيب هاي ما جي كنت كده. ما طبيعي كده، ده طبيعي في اي انسان كده، لازم الاول هو حاجه جديده عليه فيقول لك لا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، دايما الانسان كده. بعد كده لما بيكتشف ان هو له مميزات خلاص. لا انا مو لما كنا جت ماما قالت انا اخد اوضاي، فانا قلت لا مش هفهم بقى ما اعرفش ايه. بس ايوه انا فهمت بقى العكسي، انا فهمت في الاونلاين ما فهمتش في العادي. ما انت ما خدي بالك، اصل انت قاعده تركيزك كله على الشاشه، لكن لو انت في الدرس حتى لو مع جروب قاعده مثلا ايه، ده بيعمل حاجه بيلعب في حاجه تبص عليه، ده مش عارف بيضرب زميله تبص كده غصب عنك بقى. انما حتى او انت كمان ممكن لو مكنتش برضو في مجموعة وقاعدة مع الميس مثلا ابقى مطلعها في اي حتة يعني. هو طبيعي. لا اصل في حاجات تانية شاغلة شاغلة دماغي، لكن هنا وكمان احسن حاجة انه لو مثلا غلطت في حاجة ما تضربش اونلاين.
لا انا عامة ما بضربش والله، لا في الحضور ولا في الاونلاين، ما كنتش بضرب في الحضور ولا نسيت. بس الناس سمعت العربي دي تضرب على طول. لا يا والله بص اقول لك على حاجه، لما تكبري هتعرفي هتشكري المدرس ده لانه كان سواء ضربك او ما ضربكيش هتشكريه والله. لما تلاقي نفسك كده مهندسه حلوه كده او دكتوره كويسه او بتاع هتنسي كل ده. يعني انا والله العظيم بقابل المدرسين بتوعي دلوقتي بسلم عليه وببوس ايده، شو بقى تخيلي زيه زي بابا وماما كده. ليه؟ لان هو له فضل عليا طبعا، مع ان كان ساعات بيضربني. انا برضو من كام يوم قابلت مس بتاعة العربي اللي هي كانت بتضربني، سلمت عليها عادي. يعني اه طبعا. ليه بقى؟ انا اصلا اللي اصلا لا انا اصلا انا اللي رحت انا اللي رحت مديت ايدي على اكيد ايدي على طول. اصل الفكره ايه؟ الفكره ايه؟ ان انت مش الواحد بيعرف ايه؟ ان ده ما كانش بيضربه يعني هو عدو، بس الكلام ده لو هو مش عدو بيضربني، لا ده هو بيضربني عشان اتعلم، عشان كده مش هتكرهيه. الكلام أنا ده برضه وأنا صغيرة بضرب كره اللي ضربني. اه لا لا اصل انا بضرب يعني، لو انا ده بيضربني هقول لك زي حاجه زي ما بابا يضرب الواحد مثلا، هو بيضربني عشان مصلحتي مش بيضربني هو بيكرهني، بالعكس ده بيضربني عشان اكله كويس، يبقى ده انسان بالعكس ده انا هحترمه اكتر. انما ممكن هو لو مش خايف عليا يقول لك يلا ذاكرت ما ذاكرتش ما ذاكرتش، فاهم؟ لكن هي طبعا خايفه فبتضرب، مش بتضربك عشان اتكرهت فيه. بص دي بيقول لي ايه؟ اه ديفرنس اوه عملنا بس ال اتش ايه مستر ال اتش احنا حليناه. الاتش. لا ما حليناش اتش، لا احنا حلينا الحد بتاعت كوشنت اوفر نمبر اتش باي 9، هي كان فيها بس اتش، فانت تهيأ لك ايه؟ لا ما حليناش ديفرنس اوفر نمبر، خلي بالك بقى ديفرنس دي مهمه قوي. ديفرنس اوفر نمبر صح. difference of a number in يعني ده number m، يقول لي difference of a number h and 15، بس كاتب لي معلومة ايه؟ h and 15 كاتب ليه بقى؟ لان difference دي تمشي ايه؟ تمشي اللي ممكن اعمل في h minus 15 ممكن اعمل 15 minus h. فقال لك ايه؟ where h is greater than 15، where يعني عايز يقول لك ان ال h هي الاول، معانا في ال difference او ال minus بكتب الكبير الاول، يبقى where h is greater than 15 لا انا هكتب ال h الاول. لو كان قال لي 15 هي اللي greater than x h قصدي كنت كتبت 15 minus h. ثانية واحدة بس هصورها قبل ما نحلهم عشان يبقى معاكي ضروري، والنبي يا اروى تعملي الفولدر ده خلي عمر يعمله لك معايا. انا عمر، تمام. عمر برضو كبير يعني، انا عمر برضو لما بديله في ثالثه ثانوي بقول له كده برضو اعمل فولدر، بس هو عنده كذا فرع في الماث، فبقول له اعمل فولدر لكل فرع، انت فاهماني؟ يعني عنده كذا فرع في الماث، فبكل فرع بقول له اعمل له فولدر عشان هو ايه فرع ده؟ يعني هو يعني عنده مثلا، انت عندك مثلا اريثماتيك وجيومتري، لا هو عنده بقى عنده كالكولاس والجبرا وسوليد جيومتري وستاتكس وداينامكس وستاتستكس، شوف عنده كام حاجه. مش عايزة أطلع ثانوي. لا ده سهله يعني، مش سهله يعني، هي حاجات ايه طويله بس سهله والله، هي طويله بس عشان هم، بس هم عشان الناس كلها بتقعد تقول السنين سهلة، ماشي لما أخش لا لا صح. لو تطلع انت طالعه، صعب. لو انت طالعه في الماث متاسسه من صغرك كده، امال ليه انا بضغط عليك في الحل والحاجات دي؟ لو طالعه من وانت صغيره كده شاطره في الماث بتلاقي ما فيش فيها اي مشكله لما تكبر خالص. العكس بقى، لو انت طالعه ضعيفه أنا بحب الماس عشان كده، عشان بعرف أحل بسرعة. جميل، الماث ماده جميله بصراحه. طب بصي بقى في مش ناس مش بتحبه أصلا. لا لو حل عليه كتير والله يحب، بس في ناس اللي مش عايز يحل. طيب بصي بقى 9 divided by a number x، 9 هي اللي اتعملت divided by a number x، انت عملت ايه؟ هتطلع 9 over by 9 over x أيوة يعني قصدي اهو، اكس فتلغبت. ما هو divided يعني over 9 over x. طب 79 is multiplied 79 في 79 ايه؟ multiplied، مش قلنا مش هنحط علامة التايمز بين دي والاكس، و في عايزة تقولي في ماشي، هو النمبر مسميه في؟ أنا ما قريتهاش، بس هو مسميه في أنا ما كتبتهاش في، خلاص في. ايوه في جنب النمبر. طيب أنا ما كتبتهاش مش مشكلة، يبقى عشان النمبر هو مسميه في خلاص يبقى في، مش مشكلة لو سمي اكس يبقى اكس وهكذا. بس انا شخبطت عليها بالغلط.
مش مشكلة، مش نمبر دي خلاص. طب تعالى نشوف دي كده، تيك اواي، تيك اواي يعني اعمل ماينس، تيك اواي ا نمبر كي فروم 18، يبقى ال 18 دي هتقول ايه؟ 18 minus k. لان ال 18 تيك اواي يعني خد ما منها كي، تيك اواي يعني خد منها كي. طب هنا 7 increased by a number s عملتها ايه؟ 8 plus 7. لا ده دي اس، مش 8، اس بلس 7، ايوه. اس بلس 7 ماشي. طب هنا a number w دي انا اصلا بصيت ما انت للزي اللي هو 18 فانا بتلخبط. لا مش مشكله. طب هنا اللي بعديها a number w decreased by 5، ها دبليو ماينس 5. ولو قال لي increase ده كتبها بلس 5. طب هنا هنا the difference of the number h and k، قلنا طالما قال لي اتش ماينس 5 15. طالما قال لي ال h هي greater than 15، لو قال لي ال h 15 ال h greater than 15 كنا كتبنا ال 15 الاول. مش ثانية واحدة بقى نصور لكم الحلمة. بقى مسألتين. طبعا انا همد بتاخدي الماني ولا فرنساوي؟ ايه تدرسي الماني ولا فرنساوي؟ والله ما اصل الالماني مش عارف الفرنساوي ايه، بس لما يجي يقولوا الالماني، عشان انا كنت باخد كورس الماني زمان، كان يقولوا لنا ايني مينوتن، ايني مينوتن يعني دقيقه واحده، زي 1 مينت كده. معرفش بقى، معرفش الفرنش ايه بقى بصراحه. هتبقى مثلا ممكن تكون تقول انسي كوندو حاجه، ممكن تكون حاجه مش عارف يعني. ما اعرفش، ممكن ان يعني واحد، بس مش عارف سكند بقى يعني ايه يعني، او دقيقه يعني. انا ممكن اجيبها. ساين هقول اصلا سمعتها قبل كده فنسى فاكرها. كان اسمها ايه؟ عايز اقول 1 مينت، 1 مينت يعني بالالماني اين مينوت، بالفرنساوي ايه بقى؟ ده يعني دقيقة واحدة. بتجيبها من على جوجل ترانسليت ولا ايه؟ ايه؟ بتجيبها من على جوجل ترانسليت ولا بتجيبها من على ايه؟ هو انا كنت فاكرة، بس انا بجيبها من بتاع اهي الكلمة دي. سوري. دي هي هي زي الفضاء زي الانجليزي ان مي نت. بس دي يعني يو ان اي مفروض او ان اي. ما هي ان دي يعني واحد، ان وان دي، بس ان للمذكر وان للمؤنث، اي ممكن عشان المينوت المينوت مؤنث فعملنا ان. اي هو اللغات جميله بصراحه، كل اللغات جميله، عربي انجليزي فرنسي، كل اللغات انا بحبها بصراحه. في دي في فيبس نمبر، المفروض نمبر ماشي. بعد كده ديفايد ا نمبر اكس باي 5 اند اد 5 تو ذا كوشنت. دي جميله قوي السؤال ده، قوي. ديفايد ذا اكس باي 5 اد اند اد 5 تو ذا كوشن، اد 5 تو ذا كوشن. كوشن يعني بتاعي اسم الماتيك، كوشن يعني الريزلت بتاع الديتجن. بس الصوره دي بص بقى يا ستي، عملت دي ايه؟ 3 فيفث اوف نمبر 3 اوفر 5. 3 اوفر 5 صح، 3 اوفر 5 ان، خلي بالك. ايوه وممكن انا ما كنت ما ماشي، كنت بقى ان. وممكن واحد يكتبها كده اهو، بصي 3 ان اوفر 5 برضه الاثنين صح، دي صح ودي صح.
يعني بس ما يكتبش الان مع اللي تحت، يكتبها مع اللي فوق. تمام؟ لان 3 فيرسز ماشي. اوفر 5. طب تعالى دي بقى، ديفايد ذا نمبر اكس باي 5. اه دي بالاكس. اسمه اكس اوفر 5 بلس 5. تعالى بقى then add and add 5 to the quotient. ده اسمه الكوشنت بتاعه. طب عملت ايه بالفيديو ده؟ then add 5، برافو عليك، يبقى بلس 5. طب لو واحد كتب ال 5 الاول بعدين بلس اكس عادي، هي هي. في البلس مش مشكله ان احنا نبدل، المشكله في الماينس. يعني لو كتبت كده صح برضه. الماينس بقى المشكله، عارفه لو دي ماينس ما ينفعش اقول 5، يعني ما ينفعش اقول اكس اوفر 5 ماينس 5، هي 5 ماينس اكس اوفر 5، ما ينفعش. ما ينفعش ابدل في الماينس، في البلس ولا يعني اللي يقول دي صح اور اللي يقول دي صح، عشان لو جيت هنا تشوز بس. هنا برضه اللي يقول دي صح اور دي صح. مش هيكتب لك ايكوال كده، هو يعني معناها دي او دي صح. ماشي؟ طيب. الحمد لله فهمت الكلام ده يا روح. طيب عايزك بقى تحاولي تحلي لي بقى الحمد لله فهمه كويس، هو جدا. عايزك بقى كوشن فايف. حل بقى انا عامل عليهم، انا عامل عليه اتش دبليو. برافو عليك، حلوا لي بقى وان شاء الله ابعتوا لي على الواتساب. ماشي؟ ماشي. ولينا بقى، خلي عمر بقى بكره، ولينا بقى انا لينا في بكره مع عمر ان شاء الله. ايه انا هاخد بكره اللي هيعجبك. لا هو انا قسمتها بقى يا استاذ عمر عشان ثالثه ثانوي هياخد النهارده وبكره ان شاء الله. فهو قال لي ما نخلي مثلا اروى معايا النهارده، يعني اروى بعد النهارده، وخلي لينا بعد بكره. فقلت له ماشي، عايزه انت برضه لو حبيت تاخدي بكره تاني مش مشكله، هنسبق في المنهج. يعني شوفي انت برضه فاهماني؟ عادي. شوف كده. طيب ماشي عادي ماشي. بس محتاجه اي حاجه ليه يا اروى؟ ده سهل جدا صح؟ انت حليتي عليه ده، انت حليتي عليه 90 مساله كام؟ سنة فين؟ لا لا واحد اثنين ثلاثة أربعة كده خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر. 15. بصي بقى، ممكن بقى تعملي لي كده بعد اذنك جنبهم، تعملي كده ستار واكسلنت كده، ستار. تعرف تعملي ستار ده بتعرفيه؟ انا يعني طب اعملي 100 اوفر 100 اكسلنت. ليه بقى؟ احنا ممكن نوريها لبابا وماما وناخد فلوس عليها. طب ده بيقولوا لي مش تاخد منهم فلوس عليها، كل 100 من دي تقول لهم مثلا ال 100 من دي ب 100 باوندز مثلا. خلاص ما تبتزهمش بقى وتخلصي فلوسهم. لا وكفايه ان انت تفرحيهم وتوريهم شاطره. والله دي بالدنيا يعني، دي كانك بتقدمي بالظبط لماما هديه وبابا. والله لما توريهم كده ان انت شاطره وبتحلي كده. محدش بيهتم. والله دي احسن هديه، دي احسن هديه لما توريها ايوه لهم. بس محدش بيهتم. لا لا بيتهيألك ده بيبقوا فرحانين جدا. انا اب وعارف بقول لك ايه، لما ابني او بنتي بيجيب لي كده انه جايب اكسلنت او بتاع، ببقى فرحان جدا، ببقى فرحان جدا فوق ما تتخيلي. في المس في اي حاجه، لان هم بيتعبوا عشاننا جدا الاب والام. فلما انت بتفرحيهم بحاجه زي كده، يعني مش عايز اقول لك، انت شوفي بقى ثوابك عند ربنا قد ايه، ربنا يديك حسنات كتير جدا. لان انت كده فرحتيهم، كان دي عند ماما وعند بابا احسن من تجيب لها هديه. تخيلي بقى، يعني انا في نظر انا والله العظيم لما توري لهم دي، هما بالنسبه لهم دي كده احسن من لما تجيب لهم هديه. تخيلي. انا لما كنا في الترم، لما كنا في الشهر اللي فات، لما كنا بنقعد بالساعات في الدرس، كنت بقول لماما البتاع، بقولها البتاع دي كذا كذا، بتقولي شاطرة ماشي يلا امشي. كانت ايه اللي بتاع دي ايه؟ ايه تقولي لها ايه اللي بتاع دي ايه؟ ماشي. بقولها يعني بقولها حاجة من الأسئلة اللي احنا حليناها من 130 دول، فبتقولي ماشي يلا امشي. ان شاء الله يعني امشي. بتقولي شاطرة يعني. لا لا طبعا هي بتبقى فرحانه، بتقول كده بس بتبقى فرحانه طبعا. ولذلك ان شاء الله، عشان كده انت حليتي كويس جدا في الامتحان. انا سالت عمر قال لي قالت حلت كويس، واروى ولينا برضو قالت انت حليتي كويس الحمد لله. وانت قلتي يعني انت حسيت، بص ايه ما سمعتش. قالوا لي ان انت حليتي كويس، عمر ولينا قالوا لي انت حليتي كويس جدا. ليه بقى؟ لما احنا حلينا في ايه؟ في الماث، بتكلم في الماث في امتحان يعني؟ الامتحان اهو. ما هو ما ليه؟ عارفه منين. هم قالوا لي الاروى لما جت قالت لي ان انت لما هو الماث كده، اصل الماث ماده سهله بس عايزه حل كتير بس.
هي ماده سهله جدا. يعني انت دلوقتي لما حليتي دول قلنا كم مساله دول 20 اللي انت حليتيهم؟ 15. حسيت انك حفظتي الدرس صح ولا لا؟ فماني بس كده. ولسه بقى لما تحلي الهوم ورك كمان وتبعته لي على الواتساب اشوفه لك، ولو في اي حاجه هقولها لك في الحصه اللي بعدها ان شاء الله. طيب طيب أنا ممكن ما صورش الصورة، يعني ما صورش بدا، ممكن أكتب السؤال يعني في كتابة على الواتس، ممكن أكتب السؤال والإجابة كده، يا لأن ريت لو أنا يا ريت، صورته مش هتحفظ، مش هتفهم حاجة، ده انا نفسي، ده انا نفسي كله شخبطة. لا انا نفسي ان انت تصوري، تكتبي السؤال والاجابه، ده احسن، هيخليكي تركزي في الحاجه احسن كمان. يعني انا ماشي، أنا ممكن أكتبها أحسن بدل ما انا ضد أتصور. الحل في الكتاب اصلا، ما ضد الحل في الكتاب ليه؟ لان الكتاب لما نيجي راجع فيه تاني بينفع، بدل ما نقعد ندور على كتاب تاني ولا نشتري كتاب ومش هنلاقيه، حرام نشتريه تاني ايه وكده. تمام، فيبقى عندنا الكتاب ده زي ريفرنس او مرجع، نقعد كل شويه كل ما نيجي نحل منه نحل منه تاني وتالت وعاشر كده، انت فاهماني؟ طيب ماشي، عايز تسالي في حاجه قبل ما اقفل؟ شكرا. ماشي، يلا سلام عليكم، سلمي على بابا. لا سلام.